طيب احنا عايزين بقى نجيب نجيب عناصر السوايه بتاعتي، سواء كانت الاي او التي او الايسمول اكس او الايسمول واي او الاريا او الكلام ده. الكلام ده انا هدخل مثلا على الشيت اللي هو الخاص بالكود اللي هو ده، وابدا يعني انا واخد هنا الزاوية الانجل بتاعتي. طبعا الشيت بتاعي عندي مثلا الشانل اي بي زي ما انت عايز. شوف انت هتصمم اي قطاع وابدأ خد من الايه من الكود زي ما هو عطولك. انا هاجي هنا، هاجي اختار دول واروح اديهم اسم، وليكن اسمه تيبل قول برضو كنترول انتر بحيث اديله اس، واجي هنا اختار دول كده واقول له كنترول سي، واجي هنا اقول له كنترول في. تمام، ممكن مثلا اجي على دي واضغط هنا وخليها سوبر سكرايب علشان بس ايه يظبطها بالشكل ده، ونفس الكلام هنا. تمام، ممكن بس انا هفصل الـ EX عن الـ EY، فانا هجيبها كده بالشكل ده وهاخد دي كنترول سي احطها هنا وهشيلها من هنا واعمل لها برضو بوردر. ممكن مثلا ممكن اجي خلينا مثلا دول برضو كلهم اعملها بوست. طيب تمام، انا محتاج ان انا اجيب الداتا بتاعتي اللي هنا. هل انا من المنطقي لما اجي اصمم مثلا زاوية مثلا اللي هي 60 في 60 في 6 اروح اخد دول كوبي واجي هنا في الشيت واحطهم؟ اه منطقي عادي مفيش مشكلة، بس انا مش كل مرة هعمل الكلام ده، انا عايز اوفر وقت. فانا هعمل ايه؟ انا هاجي مثلا انا عندي الشيت بتاعي، مثلا انا هاجي على الاي بتاعتي والتي وعندي الاريا، انا عايز مجرد ما اضغط له هنا على انا لو انا جيت مثلا هنا في ممبر اللي هي 1 و2 و3 دول اضغطهم كوبي واجي هنا اقول له كنترول في. ممكن اجي بقى هنا في الانجل دي مكانها، طبعا انا لو جيت هسمي العمود ده 1 وده 2 وده 3 وهكذا. فهاجي هنا
على الانجل هقول له ايكوال في داله اسمها VLOOK، هقول له VLOOK VLOOK للرقم ده لو او جيبهولي من السكشن تيبل اللي احنا عاملينه دبل كليك، وقول لي كوما من مين، من العمود. يعني انا لو جيت هنا جيت بصيت على الاي بتاعتي دي نوع في الاي، فهاجي عند الاي اللي اسمها فوق كام، عمود رقم كام اللي هو 3، هيجي هنا اكتب له 3 وبعدين اقفل له الكوز بتاعه واقول له انتر. لو انا جيت بصيت، يعني انا ممكن اشيل دول كلهم برضو لو انا مش محتاج ده كله، لو انا جيت مثلا مسكت الرقم اللي خليته 2 لو انا خليته 3، يعني مثلا انا خليته 3 فهاجي هنا 3 عند الاي واختارها بكام، ب6 وهكذا. فده مجرد زرار بالنسبة لك بتختار منه الزاوية بتاعتك. الكلام ده هعمله على باقي العناصر بتاعتي، فهاخد دول كده كوبي وهاجي هنا اقول له كنترول في، وهاجي هنا اخلي له كام الرقم اللي بعد كده اللي هو فين اللي هو التي 4 بقى 5 6 وهكذا، ماشي. فقالك طبعا 0.6، فانا لو جيت هنا زي رقم 0.6 وهكذا له كنترول في، دي هتبقى 5 6 ايه، خلي بالك ال i x ال i و y، فانا هاجي هنا اخلي دي 11 برضو زيها لان احنا فصلناهم عن بعض، ودي 12 ودي 13 هنا في مشكلة، احنا اخرنا دي 14 فود سي مفروض في 3 تساوي 0.8، احنا عملنا مشكلة. طيب احنا لحد فين شغالين صح؟ زد اكس يعني خلي دي 1 كده، زد اكس يساوي زد واي اللي هو 10، 1.15 لا هنا في مشكلة، طيب اي في، اي في في 1.45
في هنا مشاكل برضو، خلينا نعملهم من تاني مفيش مشكلة. يبقى ال A هو رقم 3 A، وبعدين ال T ودي 4، هي المفروض بنص. خلينا مثلا اخد دول كده اديهم لون مميز، يبقى نص. بعد كده 5 و6 و7 و8، لحد ال اي في 45، اي في تمام. بعد كده دي 8، دي 9، ودي 10، ودي زيها 10، ودي 11، تمام. 14 دي آخر واحدة، و 0.7 و 0.7.